وسهلا. أهلا وسهلا. وما بقدر لكم هالحقيقة اسمها بيتاغورس أخذت من وقتي مش ساعات زمن، ما بعرف كم يوم وكيف، وما قدرت أحكيها. وإجاني خبر مريم ما تقوليها للعرب، ما بيستهلوها، ما حدا بيقدر يأمرني بستهلها أو ما بتستهلها. أنا مني عرب ومني عايشة مع العرب الجراب ومني عايشة مع الأبراج والأجراب، مع إنسان حطيتها بكتاب الدافل الشيطان، ورح أجرب أقولها قد ما بقدر. لو بخاف منكم، 99% من أمة العرب عندها جهل غريب. قلتي محمد مش محمدا، هل وصلنا لهالانحطاط؟ ما في تقدير للعلم، التقدير هو للصرماية وللحرماية والحركات وهالبرامج. عيب عيب، كلمة عيب دعانا فيكن، يعني مسلسلات. ولو انت يلي امك وبيك، يعني بيت الخال نسيت اسمكم، بس بيك يعني غير بالانجيل يحترموه انه هو بيعرف يكتب الانجيل، وامك شو هالضحكه وشو هالشكل وشو اللي عم تعملوه، شو هالالبسه؟ كيف فيك تنام يا بيير الظاهر؟ كيف فيك تنام؟ وعدت وعد انك تحط حضره بتلفزيونك، رح يتفوت معك على شخير القبر هالكذبة. شو هالبرامج المنحطة؟ كلكم هي اللي وصلنا لهالمسلسلات. دراما دراما كوين اللي بتبكي وبتفرجي ايدها وضفيرها وحركاتها هي بتشوفوها برا، بتشوفوها ماشي منحطة محترمة. شوفوا سفيرة أمريكا شو بتلبس، كيف بتمشي بين الناس، هاي اللي هون. شوفوا بناتنا، شوفوا هالفنانات، شو عم بيصير بناتنا ورجالنا؟ لحوا الجواب هون من كبار علماء العالم بيتاغورس. راح على مصر قال لهم أنا عالم كبير، شو عم تقولوا لي؟ قالوا له ما فيك تفوت تحضر أي حضرة إلا بدك تصوم في صيام. قال لهم أنا مسيحي كاثوليكي، أنا هيك، أنا روم، أنا شو ما بدكم. قال لهم في صيام مميز، بس أنا ماني مسلم. قال له مش صيام المسلمين، 50 يوم تقعد بلا أكل وبلا تنفس. صار في بالألوف منهم هلا. بعد 50 يوم قال كنت ميت، كل الماضي كنت ميت. قالوا له شو شفت هلا؟ وعيته ناصيتي بيديك، استفتي قلبك ولو أفتوك. ما تقري الفاتحة إذا كنت صادقة. زوجتك نفسي فهل قبلت بدون كلام بصمت العارفين؟ تعجب، قالوا ليش هيدا هالعلم؟ قالوا لي هيدا العلم منه بالكلام، ما فيك تنشره، فيك تعيشه. 99 اسم وصفة وفعل بأسماء الله الحسنى، بس 100 ما بتنقال، بتختبرها. الاختبار سبق التعبير. حطوه بالصيام وقالوا له انت ومغمض عينيك، هالطاقتين هون بيفتحوا هاي، مشان هيك الحبيب لعن النامصة والمتنمصة من محبته ومن رحمته إلنا. هالعلم موجود بأمة العرب، موجود بالكتب، موجود بموقع بيت الله. هيدا بيت الله، انتو جربوها. كم مرة بالنهار غمض عيونك الجنين هيك، حرف الميم محمد، مريم، مسيح، موسى، إبراهيم،
وأنا النقطة. بدك تكون بحضرة، هيدا منو برنامج، هيدي فك البرمجة هون. ما بعرف شو بدي أقول، بعرف إنه جاي وأقعد معكم وأسمعكم وتسمعوني، بس ما في احترام لهالعلم أبداً بأمة العرب، ولا في احترام لأي إشارة أو أي بشارة بقولها إلك يا سعود الفيصل. إنت بقلبي، إن عشت أو مت أنت حي. صدق خيك عبد الرحمن، بعدك بتروحوا على المستشفى وهالمرة اجت خادمه عندكم. شو عملتي نازك الحريري؟ شو عملتي احمد زكي اليماني؟ امرني تحط ايدي هون، قال لي كل شي بروح على مكه ما صارت معي، اعطاني حق فرده صرمه. ونازك الحريري اشاره كونيه، لا شكرا لا ماديا ولا معنويا. بعد سنتين تلفنت على بيت الملك وانا هونيك، طلعتين الحكي، قلت لها قبل ان يجف عرق، بعثت لي فرده صرميه، هي فرده احمد زكي اليماني فرده. فرادا اتيتم، فرادا تعيشون، وفرادا ترحلون. بندر، اذا معي تاجيب تاكسي واجي لهون منك يا هيفا، انت اللي قدرتي ماديا ومعنويا، بس ما حدا ضوى انديله. طلعت من بيوتكم انديلي مضوى، ما حدا ضوى انديله، لانه هاي مره ما بتصوم ما بتصلي، بتلبس مدري كيف. بس شفتوا اشارات على سفرتكم وعلى سفره البدو وعلى الطريق، شو عملتوا بهالبشارات وهالاشارات اللي اجت؟ عم تفتحوا مستشفيات؟ بندر، كتابي معك واكثر من كتاب، 1 and 0 انت ومرتك، ما بنسى. يقولوا لي السواقين عندك والحرس، على طول حامل كتابك خط ايدي. سعد الحريري، ما في نهار منك بقلبي. شو عم تعمل؟ بدك ترجع تعمل على الكرسي؟ صارت تفال هالكرسي، بتقعد عليها. سعد، نعم، ما في مستقبل وما في ماضي، الماضي مضى والمستقبل غريب، الآن هو الزمان والمكان. شوفوا شو بتعملوا تتشيلوا هالأمة العربية، ترفعوها. ورفع الميزان بالإنسان، بيتاغورس حطها هون، ما فيني أحكيها في عرب، بتعرفوا سلفي ملفي، سلفي يعني سلفي، أنا بغيرها على الأرمنة. بطلب منك بدون أي لقب، خينا وابني، وابني بالروح، إن شاء الله إذا سبقتك صلاة الغائب منك. حسن نصر الله، في كتار بحبوك بأمريكا، فادر نصر الله، حطوا صورتك هيك. وليه؟ وقلت له ما عنده يهود كيف بتحبوه؟ قالوا لي اعتذر يا حبيب قلبي أنا، وهيك الفاتيكان اعتذر. كلنا منغلط، إذا غلطنا منكون بشر، وإذا ما غلطنا ما منتعلم. بس ما في ذنب، كلمة ذنب منا موجودة باللغة الآرامية. في من الضالين، كلنا إذا ما ضيعنا الطريق، بس إجي بخبرك مطرح ما كنت وضيعت الطريق، شفت أشياء كتير حلوة. عشان هيك وقت اللي شفنا موسى الصدر، أنا شفته المسيح، ما فيني إلكن الإشارات، ما فيني إلكن شو عطاني. اكتب على الحيطان البدية وحط موسى الصدر، يقولوا منيح اللي زوجتي منا معي. بخبركم شو مرة فرجيكم الصور. ولما سميني مريم نور بأمريكا، أوشو قلت له هي الاسم، قال لي اللي سميكي Living Christ Consciousness. بيعرفوا بعضهم من غير كواكب بيلتقوا، وفينا انطوى العالم الأكبر. إذا لا بقى نلتهي يا أخوتي، هيدا بيحمل هاي وهيدا بيحمل هيك وهيدا بيدق هيك وهيدا بيعمل هيك، صرت أنت مكنة آلة مع آلة، حضرة مثل هاي وبعدك إيه عيد. أنا ما بصدق بس أطلع من الاستوديو كيف بدي أوصل على البيت، لأنه البيت فيه حضرة. كتار إجوا على البيت وشافوا إشارات، واحد منهم شاف إشارة اليوم عنده
unlimited credit cards من امريكا ومن كندا، بيعيش بها السجون، بيصرف 40 دولار بالشهر حيفي بدم مجرم، لانه حاضر لك ان ياخذ يتعاطى مخدرات، وطلع على البيت عندي دفع شوفيت ثلاثه والثلاثه شافوا، وقت بتصير نو مايند شافوا بيت عشان يسرقوا تيسرقوا، مش البيت في كتاب وفي زريعه وحصيره. اتصل فيي بالبيت بتشوفوا حضره لانه موجوده فيكم، بس جوا لما بتتفاجئوا هذا بيتك يا مريم، هيك اوسخ بنايه بس الطابق الخامس ما له علاقه بحدا. اجت مره عندها سرطان لعندي عم بتموت، قلت لها قعدي معي 10 ايام، قامت في ليل قالت لي حدا حط ايده على صدري، طاقت نور، شو هالبيت؟ من اغنياء السعوديه وسوريا، تركت 200 دولار، قلت لها بتاخذيهم وبتروحي على الطريق، ما راح اطلب لك تاكسي، مع السلامه. رجعت مرضت بالسرطان، قلت لها لا، مره بترحمك الارض، ثاني مره. الذين جاهدوا باموالهم وبانفسهم بكل العالم العربي بس هالمره، ولا وقف ولا غني ولا حدا، كل ما املك بعيش اللحظه ومعجزات كثيره. مع الجماعة بتروح سرمية برا، ما بعرف من كم سنة هالسرمية إلي، وثلاث بدلات، وحدة لبسها وحدة بالغسيل ووحدة معلقة كفنك، وما بيبقى أكل بعد الساعة 6 حتى مي، بتتروق وبتتغدى بسيط، ما في عشاء، بس بلش الشمس عم بتغيب الجسد ما بيهضم الطعام. هون سر ما شافوا نار ببيته على ثلاثة شهور. كل شيء حكي الحبيب ما حكى شيء عن الجسد ابدا، حكي عن الساجد بهالمسجد بهالمعبد وبهالهيكل، بس نحن أمة جهل وأمة هبل. كتاب خير جليس يلي بده يجي لعندي، ما انك جاي تتصح من السرطان، تتصح من هالميزان الملوء عندك، انت تجلسه. ما عرفنا نعيش نعرف نموت، بتصير تعرف وين رايح. عندنا أكثر من مركز فينا نكون فيه بلبنان، بالجنوب، بالشوف، بالخنشارة، ببيروت، ولكن بدي إنسان، ما بدي جسد، ما بدي بس الناس التلفين دخيلك فيني أسألك كم سؤال، من صوتكم بعرف هالجهل. هلا بقول رقم التليفون 01-33-33-10، هلا بلشوا يدقوا، بخي الجواب لحوي، ها مش على التليفون، هيدي حضره الجواب، ها تقعد تقرا الكتاب خير جليس موجود، يعطيه اعذار انه ما عنده انترنت، ما بدي الاموات، دعوا الاموات يدفنون بعضهم البعض. إذا بكل مليون في واحد إن شاء الله. ميتشو منه متأمل، قال لي إذا بالمليار الآية، قلت له هيك ثلاثة أربعة يعني. هلا عنا إعلام على الإنتر لايت جوا، بالملايين بفوتوا على موقع بيت الله. بس بركي كل يوم هيك واحد. بالكويت ما عندي حدا، اللي بتعرف ساكتة ما بتحكي، قالت لي اموات كلهم، بس انا بالرغم انهم اموات لقيت اثنين ثلاثه بيجوا لعندي على البيت، 99 اموات بس بتطلع فيهم، يعني لو ما في اموات ما في احياء، شو فيهم اثنينهم؟ ما في يوداس، ما في المسيح، ما في هي، ما في هي. عم بيقولوا لي في ناس صوفيين عم بيجوا على لبنان، شفت كم واحد قوفي صار مش صوفي، بمجرد تقلي بدك تصلي خمس مرات، ما عندي شريعة، ما عندي قانون، هيدا القانون اللي بتدق عليه والطبلة، ما بقطع صوم تصوم، ما بقطع صلاة تصلي، وقال له بلغ آية
الشريعة لقسوة القلوب يا علي. ما بدها كل شو كان في قبل كل هالديانات وقبل آدم وحواء، شو كان في؟ إحنا هونيك بهالوجود، أنت الوجود، be the existence. بكتاب the devil، الشيطان، يا حبيب قلبي سكرت ما فيني إلكم. كل يوم فيني حط كتاب بالإنجليزي بحكيها لما برح أكتب، وما في لزوم. أو شو حكي هون ألوف من الكتب، بس أنا عايشة بهالجنينة الكونية، بقطف وردة، بقطف شوكة، بقطف هيك وبقدمها وبقدمها وبقدمها. إذا ما عملت هيك شو بدي أعمل؟ بنتحر. فكرت كم مرة، بس لأخر قلت له إذا كنت موجود بدي شوفك، وإجا الوجود لعندك. خلاص أول ما شفت الأب عفيف عسيران قليلة مسلم يكون خورة، ثلاث أولاد كانوا بالمدرسة، قال له أنا بدي أعمل مسيحي وأنت بعمل مسلم وأنت بعمل درزة بغيره، ونضل أصحاب. لا المسيح مسيحي ولا بودا بودي ولا كريشنا، كلنا من روح الله وعيال الله. مين ما عيط لك يا محمد بترد، مين ما عيط لك يا حج ويا حجة. قال له كنت فتش وين في الله، هلا عم فتش وين ما في الله. كتاب اللي اسمه يا حمار ضرب الرقم القياسي في العالم الغربي. أنا كنت خايفة عم بقول كلام فيه، يعني حكيني واحد بشكرك يا حبيبي أنت، قال لي في كتير وفي صوفيين ومستنيرين وكتبوا عن الحمرنة والاستحمار والحمار. نحن بالضيعة عنا الحمار كان يعرف إذا اللي ركبته بنت أو امرأة أو حاملة صبي أو حاملة بنت، يعرف كيف يكوع. بيي كان يركب على الحمار هو أبو أنطون يجروا بعضهم ويروح من ضيعة لضيعة، وما كان في غيره طبيب بكل بلاد البترون والكورة، طبيب أسنان. وبيي ما درس، ما بيقرأ وبيكتب، وكان إذا في أي مشكلة يقولوا روح عند هالأرمنة، هي الأرمنة طبيب أسنان بيحلها، عنده عشق لعمله. وهيك بدنا نرجع إلى مدرسة البدو، مدرسة حليمة السعدية، المدرسة اللي موجودة. ما بدنا نحط مساجد عندهم، السعودية في مدرسة البدو تحت بالوحدة. إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت الله. ما فيني إلكن هالبيتاغورس قديش تعذبت تقدرت حطها، ومع إنه عم بكتبها بالإنجليزي وخفت. كيف في لك شو بيقول هون؟ Let form fill with a breath essence to the top of the head. بيقول إنت شكل، بس هالشكل منه كباية، منه إناء، هالشكل فناء. في هوى، بس بقلب هالهوى في نفس برانا. ما فيك تعبيها إلا إذا عيونك فتحوا الناصية، وما حدا فيه يفتحها إلا أنت، وما فيك تفتحها إلا بالصيام وصوم وصيام. بعدين أنت عم تاكل عم بتصوم، كل حركة بتعملها إشارة بفهم بعلم بإدراك. كيف بتشلح من إجرة؟ كيف بتنام؟ شو الكلام اللي عم بتقوله؟ يا ريت رقبتي طول رقبة الزرافة قبل ما أقولها. انتبه قبل ما أحكي، في حكي وفي حكاية، في قصة وفي خبرية. ولما رجع بيتاغورس على بلاد اليونان قال لهم ما بقى فيني أعلمكم هالعلم ولا بالأهرام ولا في، وما فيني أحكي. وصار عنده آدمز أبل ما يقدر يقولها.
انتبهوا بس يبلشوا يسعلوا الاولاد وبيشخوا تحتهم. بيكون بدي اقول شيء ما بيصير جبت الضربيه. ليش الرجال عنده آدمز أبل مش المرأة؟ هو طاقة انكماش ذكر، هي انفلاش، هي بدها تكتر حكي. مشان هيك قال ببيتك بتضلي ما في لزوم، طاقة صعود هي، قال الجنة تحت أقدام الأمهات. هالعلم رجع بيتاغورس حطه، ولكن حطه بصمت العارفين يمشي على الطريق. من العيون من سمائهم تعرفونهم. المسيح وقت اللي قالنا روحوا اثنين اثنين مش تنتكل على بعضنا، نتواكل ونتواصل. ما في زوم تاخذوا معكم كتاب سكريبتشرز، اذا اضطريتوا بتقولوا السلام عليكم، قالوا له بركي ما ردوا علينا، بترجع لكم السلام عليكم 11 حرف، واو ثلاثه بتقراها واو واو، عليكم السلام 11 مدينة 11. هالعلم إذا أنت بدك إيه، محمد طلع على الجبل، الجبل ما أجى عند محمد، يلي جايب كل هالإشارات وهالبشارات وهالأخلاق وهالعلم إجا. ليه طلع عمل تأمل؟ تيعلمنا. تأمل ساعة خير من عبادة 70 عام. يا حبيبي أنا من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله، الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم، أولادكم فتنة فاحذروهم، لا تملكه حتى تنفقه، مش بالنفاق. بدنا نفتح باب علم أبدان وأديان وقرآن وفرقان وعثمان وعدنان وسمعان وقربان ورضوان وإنسان وميزان، ألف نون وثلاث أحرف. أنت اسأل حالك، محمد كيلاني عاش ب$4 بالشهر، هلأ على الهوى وبعد شوي بلا هوى. حطوا جسمه هين، حكيته إله شخصياً، علماء العالم بيحكوا معه. وولادنا، أنا بعرف بي وعنده ولدين هيك، انتوا بتشوفون بالجسد اني مش جسد. اسمعوا لهم، العلي مش بالميل. او شو حط 200-300 روز روز ساعة بمليون دولار واكتر، افقر الفقراء واغنى الاغنياء حتى يشيل الكبت. بس يجي واحد يقول له لا عندك سيارات، هالقد يقول له تاني مرة بصير 800. من كلامنا بيعرفنا، من حركاتنا، بس ما احترمنا حالنا. إن شاء الله قريباً الكتاب رح يكون بالعربي اسمه الاحترام. أنا ما احترمت حالي أبداً، احترمت شو قالوا الناس وأمي وبي وأختي وخي وبنتي وابني. شو ما يقول لي ميتشو ما أحترم، قل له أوكي، بس كلهم يقولوا الميتشو نقيكي واختارك بين نص مليون، بس أهلي قالوا هيك، أنت كيف بتقول هيك؟ وعطاني إشارات وتنفذت. كتاب رح يكون ريسبكترون، الاحترام، كل واحد يحترم نفسه، من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس الشفافة، مش أقل أبدا. كل من حمد الله إيمانا واحتسابا هو محمد. بطلبها منك خينا حسو، أنت عندك الشطح. بيقول لي أنا بخاف بس تشطحي، ما تخاف إن شاء الله. عندنا كم شاب بالعالم العربي وبلبنان، أكثر من اثنين وقوية كتير، منحبهم يضلوا ببلاد الشام واليمن. جسدياً أمهم وبيهم بيشوفون جسد، بس هني مش جسد. هي الجسد بيروح على المدرسة بيأكلوا بيشرب بينام، بيطلع مع البنت بيطلع مع الصبي، بيروح لهم بيسوق سيارة بورش مرش مدري ايش اسمهم كله، نو هامر ممر، بس عنده هامر مطرقة طم طم طم. بيتنا كانوا هيك كلهم معهم قدوم ويقطعوا حجر خشب شو ما كان، نجار كلهم. بس هيدا المسيح مش ابن النجار، دخلكم مين صدقوا؟ لازم يكون عنده هيك يعني شهرة وبهرة وأبراج. بدي الخليفة، أنا ما بدي برج الخليفة.
بدي أعرف كل لحظة إذا إجا الموت هلأ وين بتروح. نعم كلكم فيكم تعرفوا فيكم تشوفوها. بتتذكروا واحد من الصحابة أو الخلفاء، واحد مؤمن، بدهم يقطعوا له إجره، قال لهم أنا وبالخشوع. مرة كنت مع واحد عم بيعملوا له عملية بمستشفى مهم بأمريكا، وطلب مني إنه حط إيدي ميتشو على خلاتج، ضل مفتح عيناه ويحكي. بس خلصت العملية قال لي شيلي إيدي. هو عنده إياها الخشوع بالروح بالنفس بالفكر، أنا بالإيد. مشان هيك أوقات ماشي على الطريق بدق بحد، دخيلك قولي لي شو صار، هيك لقيتي فيي؟ بقول له سامحني. بقول لي لا. بقول له أوكي. أنت نور من نور، إله من إله، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق يساوي الآب في الجوهر. كلنا كلنا عيال الله، كلنا نور من نور. الله نور السماوات والأرض، بس مين بيضوي قنديله؟ حلوة هالقصة، إن شاء الله منختم فيها. في اثنين، مرشد ومريد. المرشد معه كيس، قال له دخيلك احنا بالغابة، خلينا نركض بدنا نوصل على المدينة. صار يركضوا، بعدين وصلوا على البير، صلوا هيك توضوا ومدري شو. دخيلك انتبه للكيس. أخذ كيس، فتحه لقى فيه ذهب، كبون وحط حجرين بتقلون ووصلوا لمطرح. قال له دخيلك وين الكيس؟ قال له ما تخاف كبينا الخطر. قال له شو كبيته؟ قال له فتحتن وكبيتن، افتح شو في بكيسك. وضحك الشيخ وبس اجره للمريد.